والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى هذه الصحابة الكريمة والتي طوق بها أمتي ولن أنسى له هذا في هذه الجلسة الكريمة وفي يوم سنة. فأقول يعني لأبنائي وإخوتي وبناتي كانت لا لي يعني أستعرض المعلومات والمعارف والثقافة، ولكن لكي أفيد منكم وما سوف تطرحونه وما سمعت من هذه الإبداعات التي سبقت جلستي هنا، وإن شاء الله ما سيأتي من هذه الإبداعات ستكون أكثر جودة وأكثر تأثيرا. الشعر خطير، الشعر كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا وإن من الشعر لحكمة. معنى هذا يعني أن الشاعر إنما هو صنف يعني يميزه أنه يشعر بما لا يشعر به غيره. وإذا كان جميع الناس شعراء هذا لكن لم يحدث، التجربة دلتنا والواقع يدلنا على أن الشاعر صنف من البشر أعلى من الآخرين. ومن أجل هذا كان القرآن، ولكن صفات مؤكدة لقيمة الشعر وتأثير الشعر على الناس. ومن أجل هذا حتى لا يختلط الأمر بين القرآن والشعر، نفى الله سبحانه وتعالى عن كل القرآن الشعر، وقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أيها الأخوة الأعزاء، يعني الشعر نمط خطير جدا ومؤثر. ومن أجل هذا كان أقل الشعراء أفضل من أعظم الشعراء، من أعظم الكتاب نثرا، لأن النثر يخاطب العقل، والشاعر يمازج العاطفة. ومن أجل هذا كما قلنا عناصر البناء الشعري يعني ليست يعني بسيطة، ولا كل واحد يعرفها: الأسلوب والخيال والأفكار والمعاني والتصوير والموسيقى. وإذا قلنا الموسيقى الحد الفيصل ما بين النثر وبين الشعر، أيا كانت هذه الموسيقى موسيقى خليلية أو موسيقى مستحدثة أو ما إلى ذلك. ومن أجل هذا كانت علاقة الشعر بالأغنية، الشعر العربي كله غنائي لما يميزه عن الشعر الملحن والمسرحي. لا مش عايز أخليها لمحاضرة علمية، ولكن يعني أدعي أنني شاعر مثلكم أو دونكم أو أقل منكم. كتبت ديوانين، والثالث إن شاء الله في على وشك الانتهاء من الطباعة: ديوان قبض الريح، وحصاد الوهم، والسراب. ثلاثة دواوين عن إن الأنثى هي أضعف، ليست ضعيفة، ولكن يمكن ربما لأنها تعتمد على ما يتعلق بالقلب قبل العقل، أمورها يعني تكاد تكون يعني فيها العاطفة أرجح من العقل. ومن أجل هذا حتى قالوا إن الشيطان الأنثى أو من الشاعر الذي يقول هو الشاعر الذكر: وإني وإن كنت صغير السن وكان في العين نبوه عني، فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي بالفن كل شعر. وأحدهم قال: فإن شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. شيطان أنثى وشيطان ذكر، يعني ادعاء بأن من يعني يستقبل الشعر من الناس الجن أو الشياطين شعره. طبعا هذه على سبيل أن الشعراء فيما بينهم كانت تقدم القوة في التفاضل، وأنتم ربما يقول أحدنا: وأين الدربة وأين المرانة وأين لا. هؤلاء كانوا ينطلقون هكذا من ذات أنفسهم
ومن أجل هذا قالوا أن الإلهام له دور كبير في دور كبير في الإشعارات. لكن في واقعنا الآن ستجد شاعر أيضا لا يكتب ولا يقرأ ويجد غيره من الشعراء ما شاء الله يعني هذا الشعري القوي وعلى نفس الظهور القليلية الخمسة عشر بيت بحرا أو الستة عشر بيت يعني كثيرا بحرا بكل مقاييس الموسيقى الشعرية وبالتفاعيل المعروفة يقولون وأنت عليك يعني فقيه بل بالعروض أن تنسب القصيدة إلى بحره ولكن ذاك لا يعرف ولكنه مهتم جدا في أن يقول الشعر يستغلها وينطلق فيها حتى يتفوق على يعني سي أوساط من الشعراء. يمكن ربما بحكم دراستي في الأزهر يعني ما قلت يعني بيتا في أو يعني شطر بيت بتفعيلة وسرت على هذه التفعيلة بما يسمى بالشعر الحديث بشعر التفعيلة ولكن كل قصائدي جاءت يعني ربما على شكلة الشعر الفصيح ملتزما عمود الشعر الفصيح ويمكن ربما حتى في موضوعاتي يعني تكاد كل القصائد كلها يعني تستوي أو تتناص مع القصائد القديمة. إخواني طبعاً أنتم أعلم مني وأدرى بالمدارس النظريات النقدية الحديثة التي تملأ الساحة. يعني كلما يجلس يعني دارسان أو يجلس مثقفان مع بعضهما بعضاً ربما تنبع عنهما فكرة تكون يعني سياقاً من سياقات النقد أو نظرية من نظريات النقد. يعني حتى إننا وصلنا لما يسمى بالتداولية في النقد ناهيك عن نظرية التأويلية والإسقاط والإبداع والتركيب وما بعد الحداثة ما علينا النقد القديم نقدنا القديم يعني مستوعب لكل هذه المصطلحات النقدية ويمكن ربما جل همنا هو أن نحاول أن نجد مقارنة ما بين النقد الحديث والنقد القديم كما كتبت في منهج النقد الحديث والرؤية والواقع كنت أجيب صغير هكذا يعني على قد الغلبان فحاولت في أن أجد يعني والتمس وسائل القربة ما بين المصطلحات النقد الحديث والنقد القديم وجدت أن نقدنا القدامى قد سبقوا إلى هذا وإن لم يسموا هذه النظريات بأسمائها هي مصطلحات جديدة ولكن المضمون من القادمة القدامى وقد يعني رتبوا الشعراء وفق انتماءاتهم القرضية أو انتماءاتهم المكانية أو الزمانية وما يجمع هؤلاء الشعراء فيما يعني يجمعه من سمات شخصية وسمات خلقية وإلى آخره كل هذه الأمور يعني موجودة قديمة الإخوة الأعزاء أنا يعني أشكر لكم هذه الفرصة وأشكر أستاذي فرصة العاشرة فرصة رائعة للأسئلة حتى إذا أراد أحد أن يسأل أنا مستعد إن شاء الله حقيقة الموضوع له حدود ونريد أن نسمع قصيدة من قصائدكم رائعة وإذا أحد لديه أي سؤال حول النقد الأدبي تفضل به طيب أنا أقول القصيدة إن شاء الله بإذن الله أنا لسه بصدد محاضرة أيها الأعزاء والأبناء العظام أنا يعني أستدركت إلى هذه الجلسة يعني هكذا بصنع نظافة وشرف لي الله يجزيك عزتك يعني والله ما أنا كنت عارف أنا يعني ماذا أقول أو بما سأتحدث ولكن تلقائيا يعني بكل كده يعني فإن شاء الله إذا سمح لي الظروف وسمح لي أستاذي صالح شرف الدين والإخوة إحنا نحمل محاضرة طيبة في الأدب الحياة ومن هذا نقول أبنائنا في الجامعة كل شيء يمكن أن يحدد قاعدة إلا الأدب انطلاقة الحياة كل يوم من جديد
ولذا الأدب لا يعرف القضايا المسلم بها. ابن قدم أستاذي في موضوع رسالة أقول له أكتب فيه موضوع الأخلاق دون النظر، ستختلف معه ولا لا، ستأتي بجديد فيه وهكذا. أما فيما يتعلق مثلا بالغويات قواعد الصرف قواعد، أصول اللغة قواعد، حتى الجغرافيا محددة، التاريخ محدد، التاريخ ما نعيشه لكن ما سبق هل يستطيع أن نجيب إليه؟ لا أحد، يعني هي وجهات نظر في تاريخ زمان ومكان. أما فيما يتعلق بالأدب الأدب مستقبل الحياة كلها، حياة وموت، وجوده عدم. أما الآن هذا سرائي في الأدب، ويعني من فضل الله أن يجعلنا من هؤلاء العلماء. أنا في قصيدة ليذكر مكان الشيخ محمد العريفي أخذها من صاحبها ونزل بها إلى النت وردلها كثير من البشر تحت دار عبدها. نعم؟ لم يجلدك صاحبي عن قطر. العنترة. فأنا طبعاً القصيدة يعني كانت في مضمونها مؤنسة للغاية، وكانت القصيدة للأسف يعني تدعو إلى أننا يعني جئنا ننتهي أو انتهينا. أنا يعني القصيدة فيما يتعلق بالإطار عجبتني، ولكن فيما يتعلق بالمضمون استفزتني. فقلت لا، نحن لا نصل إلى هذه الدرجة، نحن نستحس الناس ونشجعهم ونحرضهم على أن يتحركوا خطوة للأمام، لا أن نتجرع هذا اليأس ونموت في جلودنا. فكانت هذه القصيدة عن ترى البداية كفف دموعك، كفف دموعك وانتقد يا عن ترى، واضرب بسيفك كي تصون الجوهرة، أدرك سريعا يا رعبلة إنها كانت تحول لابن عمك مقبرة، أشياء قومك للكواسر نهبة أودت بهم نحو المهالك منظرة، أشكو إليك فإنهم قد أدمنوا بسط الظهور لمن يجيد السيطرة. أسر جوالك وقتنا لا وقت، واطلق لترد من قد ظن عبسا مات، أو أن يرى حلوا بثمرك مررة، الحق بيك إنه في التيه من زمن وفي جوف الخرائب مقهرة، تغتالهم أيدس ردى في كل درب مأتم، والمدن صارت مجمرة. لا عذر يا ابن أبيك، لا عذر يا ابن أبيك، والأيام من غدراتها كشفت لنا ما لم نرى، فأقم سريعا بين قومي، فأقم سريعا بين يوم المستكين ويوم مجدك في المعارك قنطرة. فالطرف يضرب حول عبلة محكما، وجياد عبس لم تعد مستنفرة، قد باع للحاخام خدمته ومد يديه في الإصفار آية قيصرة. لا نفس، لا ليس في حسبانه شرف المنية، إنما نزع النقاب وبرر. لا شيخ بعدك، لا شيخ بعدك في القبائل عاد يحمل سجيرا من العدو لمرصرة، بل صار سهما للعدو يعينه في قتل إخوته يقيم المكسرة. أدرك قبيلك، أدرك قبيلك، فالهمار الغيث أذهله عن الإعصار يحكم معبرة، والأرض بعد تجشأت نقطة، الأرض بعد تجشأت نقطا، وقحط القوم يا عبسي أضحى ميسرة، ألقى بكرش العز فوق تناقص الديباج، والأنواء
طرح صرصرا مستغرقا في النوم راح وبينما صارت منازل ربعه مستعمرة أحلامه لهو ولهو إن صحى ويدل مسخرة ويهوى المبخرة ويهوى المبخرة وغدا مصب الكذب نبع الأسى والجرح فيه طغى عليه ودمر واستبدل العز الذي أورثته بالمال لا بل كل شيء غيره وارتد عن قيم الشهامة واستعاور نفسه ثوبا وحطم منبرا قد يورث المال الكثير سفاهة ويجن مالكه فيهدم متجرا في غير ما تعب جناه فبعثرا مثل الذي صاد الحمام وخيرا في غير ما تعب جناه فبعثرا مثل الذي صاد الحمام وخيرا هو لا يرى ما قد أراه هو لا يرى ما قد رأه عدوه فيه فحاك الهرة يصرع قسورا وهم الشجاعة بعد عبس زائق فالكل صوب نحو عملة عسكرا تلك الرماح إلى السرور تسابقت من لم يمد بالروح يهلك غرغرا فادرك فادرك وإلا فالفناء محقق يرتاح دارك والنوازل منذرة اضرب بسيفك في رؤوس أينعت راهنت ربوعك في كهوف السمسرة أنا لا أشك أنا لا أشك بأنني لا أنتمي للقوم بعدك ليس فيه معنترة زلاته بين الورى مستنكرة وإذا مشى مسخ الأديم وعكرة مالي ومال خيامهم ظلت أو انخسفت وأضحت كالبفازة مقطرة فديار عبس في البراري جنة وحلال عبس قسمة متهورة من ذا يعير قصائدي من ذا يعير قصائدي الغضب لتنضح في قروط الجهد ألفي محبرة تمتاح من بؤس المقام رويها فديار شداد تموت مكدرة ويداي في قيل وبين جواليح قلبي يذكرني بوعد الآخرة ابقوا معي أطوال عبلة ربما قد يقبل التاريخ منا المغفرة. شكرا هل هناك أي سؤال؟ والله انا ارى ان انا استمع لاخوتي يعني خير من ان يعني اضيع الوقت فيما يعني ليس له طيب الحقيقه احنا طيب كل سؤال او ما في شيء اسمه بعد الحياه تجديد زكاه الشغف المتصل كل شيء ما بعد ما اقول على شيء ما بعد هو الجديد في ما يتعلق ب يعني حتى تنتهي القصيده الى يعني بنسبها الصحيح في رايي او في زعمي ربما تاخذ يعني هذا رايي انا تاخذ به هو فقط ان توضع القصيده في اطارها الموسيقى اما بعد ذلك الموضوعات بل بالعكس يعني نحن لا نطالب هنا لا نطالب امرا القيس يعني بما جد في حياتنا في ان نعبر عنه نحن ما نعبر عنه في حياتنا اكثر من موضوعات العصر الجاهلي وما كان حتى يعني العصر السابق على عصر البعث والانبعاث او عصر البارود وحاطب وغيرهما الموضوعات عندنا في كل خطوه وكل تجربه يمكن التجارب التي نعيشها الان نحن هي تجارب يعني ثريه ومثيره كل انسان يمكن ربما يعد مجموعه دواوين لو حاول ان يخبر عن حياته وعن تجاربه نداحا واخفاقا واقداما وتاخرا ومثلا صلاحا وفسادا ومثلا مقاومه ومواهمه معارضه وميت هناك من الموضوعات ماذا يستطيع الانسان ان يحصره
الموضوعات الجديدة، ولكن فيما يتعلق بظني حتى بيطلع القصيدة في إطار العربية الصحيح يعني لا يتفلت، يعني هو قامت بنازك الملائكة ومجموعة الشعراء الموجودين وهكذا، حتى إن نازك الملائكة وهي واحدة من يعني راجلات الشعر الحديث إلا أنها طبعا يكون العراقيين يعرفون أكثر منا هذا، نحن خرقنا ربما هم حصلوا فيعني بعد حتى عن يعني تلك السمات التحديثية وليست حداثة هي تحديثية في القصيدة أو ما تعلق بنا القصيدة العربية، ولكن في الآخر رجع أمل دمر والله في سوريا وفي المغرب العربي الآن، ولكن رأيي ربما يوقف عندما توضع القصيدة العربية وعندما تكون فصيحة تكون أصلاً رائدة وأصلاً، لأن القصيدة الموزونة الفصحى تخرج مع الوقت، أما العامية لا يكاد الإنسان يأخذ منها يعني يمكن شيء إلا أن صاحبها ربما يتمثل بها، ولكن لا تسير سيرورة القصيدة الموزونة الفصيحة. أنا لا أدري ما السبب، ولكن يعني يمكن حتى يعني وقت المناضل بالشعر لم يقص بالشعر يعني ما جاء بعد ذلك في الأندلس وما البيت والشعر نحن الذي نشكرك شاكرين ومقدرين ونفخر دائما بوجودك معنا دكتور زهراء. كلمة شكر و ديوان فصيح لكن فيه بعض التفعيل.